السلام عليكم حبايبي صحابي خوتي لي فيما كنتو داخل المغرب خارج المغرب، نبغوكم بزاف بحال حبابنا صحابنا والسكر، وتوحشكم وليداتي وتوحشكم، ولكن بقيت مفقوعة من جهتكم. غتقولوا لي انتم علاش، وغنقول لكم انا النصايح دمكم الهرلونيه العالمه 1931 91 عام ما درتوش بكلامها، حيت السحلبيه كدور السحلبيه الحايله 40 عام الفوق وكاينه الديال 40 عام لتحت، والضوء عصاو وش لا حاجات ويا عمر سيد واش شنو طرا ديك البنيته مسكينه ديال سيدي عدي، بنيته باقا صغيره داوها شي سحلاجيات وتكرفصوا عليها ورجعوها مسكينه بالعقل، حضيوا ولادكم وصحابكم وحبابكم وبناتكم وحيدوا ليهم التليفونات وحضيوا هذيك المؤاه هي اللي هضرت ليكم عليها وعباد الله، وفرطاجيوكم الهنونيه. ولكن نقول لكم النصيح وعدي المصداقية، والله يهديكم وليداتي وهاه وكتشجعوا والو وكنبغي لكم الهنونية تقول لكم النصيح ما تبارطاجيوهاش، وهاي بنيتها هي ضحية طاحت لينا هي دابا سحلابية 40 عام لتحت، هي طاحت مسكينة جات بلا عقل كانت على زويناتها وريدة، هاي مسكينة ضيعت حياتها وعقلها، لكن كاينين السحلابيات المجرمات اللي كيديو البنات وساكن كيديو فيهم ما بغاو، ولكن هنا كنقول لكم حيدوا التليفونات السحلابية كدور وكتعادي، الله يودي هذه بنيتها بقات فينا قطعت لينا القلب ديالنا، والسحلابية كدور حضيو ولادكم والناس حضيو ولادكم وحبابكم وصحابكم. نصايح دمكم الهنونية ديرو بيها واه، وهي بنيتا دابا حنا دابا فاش كنا نديرو دابا، هي بنيتا دابا مسكينة كانت على زويناتها هي دابا جات مسكينة بلا عقل، مساكين ما عندهم ما يحرقو ما يشمو والو، ما عندهم تا حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بنيتا يتيمة عندها الأم ديالها مريضة كتحركش يديها ورجليها ما حالي، سي السحلابيه كدير وفيها شي افكار ما كاينينش ما كيدوروش الافكار راه بوحديتهم، وعييت انا ما نعرف ونبحث وبكون الهنونية قديمة شحال هادي، ولكن هاد السحلابيه ديال دابا ما فهمت فيها والو، ويا عمر سد شنو غنديرو نحضي ولادنا صاحي سحلابية غتعادي لنا البشر كامل وغتخرج لنا على البشر كامل، الله يسمعونا المسؤولين ويديروا شي حل لهادشي، عافاكم بارطاجيو عافاكم بنيتا بقات شي قطعت لي قلبي سكينة عرفت راسها في السما ولا في الأرض، مبقاتش عاقلة على راسها صافي السحلابية شداتها مسكينة، على الله شنو عظمها، يا ناري الناس راه قلبهم قاصح قصع من الحجر، والله الا عقلوا على بنادم، حضيو ولادكم وحضيوها عباد الله، حيدو لهم التليفونات عرفوهم واش كيديرو، عرفوهم شنو كيديرو، راقبو البشر راقبو، القضية حافظة، والهنونية العالمة 91 عام 931 تجيب لكم النصايح وعيت ما نقول لكم، والخبيرات هي هادي دابا نتوما راه في راسكم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وكنت باغا نجي زعما نتحدث انا وياكم شي شويه وندي ونجيبو في الهضره، ساعه هاد الكارثه هادي خلاتني نهضر بلا ما نشعر، ومع الصباع وبابا مسكين بابا بقيت فيه البنت بقيت يهضر عليها بقيت فيه مسكين بقيت فيه بقيت فيه وخا هكاك انا عزيز عليا تيبغي العيالات مسكين وتيدير ليهم الخاطر ومبغيهمش يتأذاو، مغربيات ديالنا شوفا
شو هادشي اللي كنشوفو دابا حشومة؟ راه خاص بنادم يهضر باش هاد الناس اللي تيديرو هادشي ياخدو العقاب ديالهم. ايوا شنو نخليو بحال هادشي بنادم هدا يدير بابا وش نسيبها؟ الا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بابا مسكين عرفتي بابا بقى يهضر يهضر ويشرب في الماء. واش شتي دابا؟ بقات شي لا مسكينة قطعت لينا في القلب ديالنا. الله يدخلو شي مسؤولين شوفو بحالها مسكينة بقى صغيرة قصير. هادو القصير وهادوك القصيرين وحضيو معاهم وعي والله حضيو معاهم عرفتي قلبي كلالي من جيتها مسكينة بقات شي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واش غنقول لكم؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ابني تاعي بزوينتها في اللخر سكينة ولات تهز بطانية ديرها على راسها تحيد البطانية من حدا راسها هذا الري تاكل في راسها تاكل في راسها. خوها مشى حيد ليها الشعر سكينة كامل حيت قالك كتلت في راسها سكينة. شو بنادم اللي ما يخليك تتولي تلت في راسك في الاخر؟ شوفي دابا هذا بشر، هذا دابا بشر عايش في الكون كي ياكل معنا ويشرب الزومبي. هذا ماشي بشر، هذا بنادم، هذا دراكيلا. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سمحوا لي يمكن الهنونية العلماء 1931 91 عام طلع لي هاد الدم صافي ما سمعتوش ليا. عيطت ما ندير نصايح واد لا واه وبارتاجيو ليا باش الناس تسمع. الناس يحدمكم الهنونية واه واه حضيو ولادكم واه وليداتي حضيوهم. اش غنقول لكم من جيت نكتر عليكم؟ هي لا شدتني ترعيدة شي شرب الدواء ونمشي نعس اعصاب هادشي والله انت تيخليوك تاكل جنابك في هاد المشاكل. هاد بنيتي دابا شنو شنو نديرو دابا؟ ليها مسكينة دابا بقات هي مسكينة بحال وخاص خوها يمشي لعند البوليس يديكلاري بهاديك اللي قالت ليها جي تباتي معايا. وحيت خاص بحال هاد البشر هذا ما يفلتش وداك الشي اللي دار. حيت هي تعذر الا فلتت من هادي تشد بنت واحد اخرى وتولي لنا ضحيه واحد اخرى. حيت هادي مجرمه من الدرجه الاولى باش يعرفوا البنت شنو كلات مسكينه. ايوا شتي اش قلت لكم؟ ويهنونيه قلت لكم حي ولادكم وصحابكم وحبابكم وبناتكم وحيدوا لهم التليفونات. ايوا بارتاجيو هاد الفيديو يا الله يعطي يعرفوني الناس بغينا نقولو باش يردو الناس بالهم. ايوا الله شي راه يولا يخلع. ايوا الله ايه اش هذا الشيء بزاف؟ واش يطلع لي الدم؟ السلام عليكم وصافي وسلامه.